مساء الخير على كل مشاهدي شاشة اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بكم في يوم جديد من ايام الاستوديو التحليلي لدوري ناين. تتواصل المتعة والإثارة بدون توقف حتى لو كانت مباراة المساء مؤجلة من الجولة 12 التي تشهد لقاء الداخلية مع الأهلي على استاد السلام في 7 مساء بإذن الله تعالى. مباريات طبعا النهاردة عندنا لقاءين مؤجلين من هذه المؤجلات في الجولة 12. كان عندنا الزمالك إن شاء الله الساعة 7 مساء على موعد مع فاركو باستاد المقاولون العرب، أما عن الداخلية فهو يستضيف الأهلي الساعة 7 مساء في نفس الموعد إن شاء الله باستاد السلام. مباراة الزمالك ستذاع على شاشة أون تايم 2، أما مباراة الداخلية إن شاء الله ستذاع على شاشة أون تايم سبورتس بإذن الله تعالى. أتمنى لكم مشاهدة طيبة. لو كلمت تفاصيل أكتر عن مباراة الأهلي والداخلية، الداخلية بقاله فترة طبعا زي ما حقكم تابعين بيعاني من سوء حظ، اصطدم بأكتر من فرقة، لم يحالفوا التوفيق في أكتر من كم مباراة، مش ماشى معاه. آخر مباراة كان ممكن يقرب من نتيجة المباراة ويتفوق على سموحة بهدفين مقابل هدف، لكن في الأخير عاد سموحة من بعيد وقدم رومنتادا نموذج وخسر الداخلية في هذه المباراة. النهاردة بيصطدم بعد مرور 18 مباراة بينه وبين النادي الأهلي جماعهم في 13 سنة منذ ظهور الداخلية في الدوري العام، فبالتالي منافسة كبيرة بين الفرقتين. الغلبة دايما للأهلي وهي الأكثر انتصارا أمام الداخلية، لكن في الأخير الداخلية النهاردة هيتسلح يعني بجهود لعبته عشان يرفع من معنوياته أمام القطار السريع الذي لم يتوقف إلا دائما في محطته الأخيرة. الأهلي رويدا رويدا بيستعيد عافيته وبيتقدم بقادم الأدوار بدون ما حد يحس، بدون دوشة وبدون ضجيج بيتقدم الأهلي رويدا رويدا. أخيرا فاز على الاتحاد بهدف وحيد أحرزه محمود كهربا، قبلها فاركو 2-1، فالأهلي بيلعب كورته السهلة بدون فلسفة وبيكسب أي مباراة، فبالتالي مباراة اليوم أكيد هتكون صعبة على الداخلية اللي بيتسلح بمعنوياته يعني نص مرتفعة شوية، بيتمنى ويمني النفس ان هو يتفوق على النادي الاهلي. لكن لو اتكلمت عن النادي الاهلي فبالتالي ما عندوش حل تاني ولا عنده رأي تاني ولا عنده كلام تاني غير انه يفوز على الداخلية ويستمر ويصل الى وصافة الدوري العام بينه وبين المصري، يبقى فرق اهداف بسيط. بالتأكيد هنشوف ونتابع كل هذه التفاصيل، لكن تسمحوا لنا استعرض لحضراتكم جدول ترتيب الدوري العام. بيراميدز ما زال في الصدارة يغرد بعيدا ب 59 نقطة، المصري في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، زد اف سي في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، مودرن فيوتشر في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، المركز السادس من نصيب سموحة برصيد 38 نقطة، إنبي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، الاتحاد سيد البلد في المركز الثامن برصيد 36 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، طلاع الجيش في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، الزمالك في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، أما المركز الثالث عشر فهو من نصيب الإسماعيلي درويش مصر برصيد 28 نقطة، أما عن البنك الأهلي فهو في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فاركو في المركز الخمستاشر برصيد 22 نقطة، بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، أما المقاولون ما زال في المركز قبل الأخير السابع عشر برصيد 19 نقطة، والداخلية في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.